محمد البيس حارس مرمى نادي المنيا. محمد شايف عقود اللعيبه في القسم الثاني بتكفيكم كلاعيبه ولا بتضطروا تبحثوا عن اي شغل ثاني؟ والله بص، هو مش في كل الانديه، يعني في انديه بتبقى عقودها في القسم الثاني يعني كويسه ومش وحشه، تقدر تكفي من ظروف المعيشه ان انت لو عندك اسره وبيت وكده. وفي انديه كتير قوي، يعني مثلا نتكلم مثلا 20% من الانديه ممكن يقدروا يكفوا المصاريف، لكن بقيه الانديه لا، يعني صعبه قوي، يعني عقود بتبقى قليله جدا وما بتاخدش الفلوس كلها مره واحده، بتاخدها على شهور. النتائج مثلا بيبقى في ناس بتوقف الفلوس على النتائج، فالعقود بتبقى قليله جدا بصراحه. هو بس نسبه 20% او 25% من الانديه في الممتاز بيها. بالنسبه لك كلاعب، هل اتعرضت للموقف ده ان انت تشتغل اي شغله تاني بجانب الكوره؟ لا بصراحه ما اتعرضتش، بس كانت الظروف بتبقى ماشيه يعني صعبه جدا، يعني بتبقى يا دوبك، يعني ساعات بتبقى ايام معكش فيها فلوس، بتستنى بقى الشهر قبل ما يجي، تقعد لك مثلا اسبوع من غير فلوس خالص، يا دوبك على قد مواصلات النادي، مفيش اي مصاريف خارجيه خالص، بتحصل كتير بصراحه. طب ايه اللي انت بتطالبه كلاعيبه في القسم الثاني؟ احنا دلوقتي ظروف المعيشه غليت وكل حاجه غليت، فلازم العقود تعلى، لازم الاتحاد يشوف حاجه يعلي بيها عقود اللعيبه، لان العقود مش يعني احنا الموظفين العاديين خالص بياخدوا اكتر مننا، الناس كلها فاكره لعيبه الكوره بتاخد فلوس كتير، بس ده مش في الممتاز بيه، ده مش صح. اللعيبه ممكن يكون اي حد عادي بياخد فلوس اكتر منه بكتير قوي، فلازم يشوفوا حل للموضوع ده. محمود عاطف لاعب نادي المنيا. محمود، عايزين نعرف منك، هل العقود بتاعه اللعيبه في القسم الثاني بتكفيكوا كلاعيبه ولا بتضطروا تستعينوا في اي شغل اخر؟ لا والله زي ما بقول لك كده يا اخي، يعني بالنسبه لنادي المنيا يعني فلوسه كويسه، 80,000 اعلى عقد هنا السنه دي، اعلى واحد بياخد فلوس 80,000، يعني زي الاسيوطي كده مثلا، اعلى برضه هتلاقي اعلى ناس في 80 او ازيد شويه، حاجه يعني حاجه بسيطه يعني. لكن بالنسبه للانديه الثانيه في مراكز شباب برضه معاك في المجموعه، فدي برضه بتاخد مثلا، بتاخد 10، بياخد 15، اعلى حاجه تلاقي مثلا 20، فالامور بتبقى صعبه جدا على الانديه الثانيه، فبتضطر بقى تشوف اللعيبه يدوروا على شغله ثانيه، مش عارف ايه، في ناس ما بتروحش الاهلي، مش عارف ايه الكلام ده. اهو هي دي يعني بالنسبه لنا احنا حاجه كويسه، لكن بالنسبه للانديه الثانيه امور صعبه بصراحه. بالنسبه لنادي المنيا برضه، يعني احنا لما بناخد الفلوس دي مثلا، لو الامور ماشيه في النتائج كويسه، الامور بتبقى متظبطه يعني في النادي، بتبقى الفلوس طالعه في مواعيدها والكلام ده، لكن لما بتبقى في سوء نتائج طبعا بتلاقي اللعيبه المغتربه بقى، يعني سيبك احنا مثلا قاعدين في المنيا، لكن اللعيبه المغتربه بتبقى مشكله عليهم بقى، لان بيروحوا مثلا سفريات وبييجوا كده، فبيضطروا طبعا يصرفوا فلوس، فبتبقى الامور مش متظبطه معاهم يعني. فهو ربنا يكرم بقى الواحد، ربنا يكرمه واللعيبه دي كلها تروح دوري ممتاز يعني باذن الله. هادي انور لاعب نادي المنيا. هادي، هل شايف العقود بتاع القسم الثاني ونادي المنيا هنا بتكفيكم كلاعيبه ولا بتضطروا تستعينوا باي شغلانات ثاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله استاذ خالد، هي عموما العقود في القسم الثاني كله يعني معظم الانديه، في لعيبه طبعا بتضطر ان هي تشتغل طبعا، لان فعلا في ناس طبعا العقود بتاعتها بتبقى فنيه جدا يعني. انما احنا هنا بالنسبه لنا في نادي المنيا يعني العقود، حتى يعني احنا لو في بلدنا مثلا او كده اكيد طبعا هيكون في شغل ثاني. يعني انت شايف حضرتك الغلاء اللي احنا فيه دلوقتي، واللي عنده اسره طبعا يعني اكيد عقده مش هيكفيه، فبيضطر ان هو يشتغل يعني عشان يعوض العجز اللي هيحصل له طبعا بعد الاسعار ما زادت. لكن احنا طبعا كمغتربين بيبقى صعب ان احنا نعمل اي حاجه ثانيه، احنا بس عايشين بالقبض اللي احنا بناخده، ما فيش اي دخل ثاني لينا، يعني احنا طبعا في بلد ثانيه هنشتغل فين ولا هنعمل ايه. هل بيكفيكم يا هادي التعقيدات دي؟ لا يا ابي، يعني بالنسبه انا مغترب بيكفيني، لان انا ما عنديش اسره، ما بصرفش حاجه، هي بس يعني مصاريفي بس العاديه، انما غير كده ما انا بقدر اوفر منهم، لان يعني في ناس ثانيه بقى اللي هو عنده اسره اكيد طبعا الله يكون في عونه يعني. بالنسبه لكم في نادي المنيا، هل العقود معقوله بالنسبه للعيبه؟ لا بالنسبه لنا في المنيا يعني العقود الحمد لله يعني معقوله طبعا، هي ولا عاليه قوي ولا قليله قوي، يعني كويسه يعني. محمد حسنين حارس مرمى نادي المنيا، هل عقود القسم الثاني بتكفيكم كلاعيبه ولا بتدوروا يعني على فرص عمل ثانيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا في على حسب النادي اللي انت بتلعب فيه، لو نادي مثلا زي المنيا، زي اسوار، زي الفيلا الاسيوطي، زي كده ما فيش وقت ان انت تعمل بكده، بتبقى احتراف رسمي. انما لو نادي طبعا ما فيش امكانيات طبعا بتدور، اكيد 99% اللعيبه بيدور على فرصه عمل ثاني، عشان انت عارف الحياه الوقت يا كابتن بجد حياه صعبه، وربنا يعين الناس ان شاء الله على كل شيء. هل عقود في نادي المنيا بتكفيكم كلاعيبه؟ في بتكفيه وفي ما بتكفيش، في بتكفيه وفي ما بتكفيش. بالنسبه لك يا كابتن محمد، يعني الحمد لله مسرور، الحمد لله. كابتن عباس سعد المدرب العام لنادي المنيا. كابتن عباس، هل شايف عقود اللعيبه في القسم الثاني بتكفي اللعيبه على ظروف الحياه، ولا شايف ان عندكم لعيبه مثلا بتضطر تشتغل شغلانات ثانيه عشان تكفي يعني ظروف الحياه وغلاء الاسعار؟
لا الحمد لله والله غالي، احنا من ضمن الفرق اللي هي بتصرف امكانيات كويسه على فكره، الحمد لله. يعني الفترات السابقه النادي كان بيبقى عليه مديونيات والامور يعني مش مستقره، لكن مجالس الادارات الفتره اللي فاتت الحمد لله عملوا شغل كويس جدا لنادي المنيا. مجلس كابتن محمد حمدي ماضي ومجلس الباشمهندس محمود الصاوي كلهم بصراحه ماشيين على خطه ثابته الفتره اللي فاتت. امكانيات الاولاد يعني الحمد لله، انت يعني يعتبر من ضمن الفرق الكويسه جدا في الصعيد اللي بتدفع ماديات كويسة. لكن اهم حاجه الانتظام واهم حاجه الوعود المظبوطه. طبعا انت عارف اللعيب بيبقى كل لاعب ليه اسرته ليه شغله، هو كره القدم بس، انت عارف دايما لعيبه الكره متفرغه ما فيش وظيفه تانية، فطبعا لازم بيبقى في دخل بيجي له ثابت على اساس يقدر يصرف على اولاده، يقدر يمشي اموره اللي احنا بنقول عليها. لكن انا شايف ان الحمد لله امكانياتنا كويسه جدا جدا، نادي المنيا من ضمن العقود العاليه جدا في ممتاز بيه لحد الان. يعني في لعيبه ماضيه ب 100,000 وفي لعيبه ب 80,000 وب 90,000، يعني مبالغ في ممتاز بيه كويسه جدا. لكن اهم حاجه اللي ان الولد ياخدهم الاولاد ياخدوهم في ميعادهم على اساس يقدر يظبط اموره الحياتيه. كابتن شديد ناوي المدير الفني لنادي المنيا، كابتن شديد شاف عقود اللعيبه في القسم الثاني بتكفيهم ولا اللعيبه بتقابل انت مشكله ان في لعيبه بتشتغل شغل ثاني فده بيأثر على ادائهم في الكوره؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم. التعاقد دولي، التعاقد العقدي دلوقتي شريعه المتعاقد لازم يكون متفرغ لكره القدم، العقد المعمول بيني وبين اللاعب وصوره منه في الاتحاد وصوره مع اللاعب وصوره في المنطقه ده تعاقد ما ينفعش، لا يجوز ان يكون الا في حاله واحده يدرس في مصر، انما خارج مصر ما يدرسش، يبقى هو العقد بتاعه هو العقد فقط لا غير. فبالتالي احنا التعاقد مع اللعيبه على المراحل اللي احنا جددناها والشروط اللي موجوده في العقد، العقد ده موثق من الاتحاد المصري ومشتكينا بيه في الاتحاد الدولي، لو في اي مشكله بالواد اللاعب ممكن يروح الاتحاد الدولي الاول المصري وبعدين يروح الاتحاد الدولي لو لعيب اجنبي. فبالتالي مفيش لاعب يكون موظف او طالب او مدرس، حتى في المدربين لازم تكون متفرغ عشان تعمل في مجال كره القدم. طب بالنسبه لنادي المنيا شايف التعاقدات يعني مناسبه للعيبه في ظل الظروف اللي الحياه الصعبه وغلاء الاسعار؟ انا قلت على الهواء امبارح التعاقدات بتاع نادي المنيا اعلى تعاقدات في الدرجه الاولى بالنسبه لمجموعه الصعيد. انا كنت ماسك فرقه في الصعيد اللي هي التليفونات، اخر عقد عندي 15,000 جنيه وترتيبهم الثاني، بني سويف 30,000 جنيه وترتيبهم الخامس، الجونه اللي هي الجونه اللي عندها 50,000 جنيه، الاسيوطي اللي هو اعلى طالع الاول 60,000 جنيه، ومجمد حتى الفلوس في حاله الصعود الدرجه الاولى ونسبه المشاركه، يعني مجموع ما احصل عليه لاعب 30% من ال 60,000 جنيه. انا بقول لك اهو قدامك وقدام كل الناس وربنا، اعلى تعاقدات موجوده في المجموعه هو نادي المنيا الرياضي، واقل نتائج مجموعه هو نادي المنيا الرياضي، مع انه المفروض العكس، احنا عملنا تعاقدات عشان نطلع الاول على مجموعه الصعيد. طب بالنسبه للائحه، هل بتحطوا لائحه تساعد اللعيبه برضو ما ياخد مرتبات بجانب التعاقد معاه تكفيل ظروف الحياه؟ هو التعاقد الشهري للاعب مش اقل من 3,000 جنيه و4,000 جنيه، ده تأدي وتكفيه بكل المخازن، بس احنا ما بنديش العقد كامل لان هو بينعزل وحققنا نتائج سيئه في الفتره ده الدور الاول، فبالتالي احنا عملنا لائحه مع المستشار احمد عمر ان احنا في حاله الوصول للمركز التاسع ولا العاشر، وده رقم طبعا بالنسبه لنادي المنيا رقم صعب جدا، بس انا بقول اهو دافع للولد انه بيحضر وغايب وساب بيته واهله وناسه، مش معقول انا هقعد من غير ما يصرف على الاقل، يعني على الاقل بيفطر ويتغدى في النادي، ان في مصروفات خاصه بلعب كره القدم، محتاج يجيب حاجه ياكلها حاجه يشربها بالليل، يعني فمش عايز احرمه، احنا مش في جيش احنا في نادي وعايزين كل حاجه تبقى يعني اللعيب اساء يعاقب اجاد يكافئ. تمام، بالنسبه للائحه نادي المنيا يعني المكافئات فيها بتكون بتوصل لحد كام؟ اللائحه عملناها السنه دي 400 جنيه و300 جنيه و200 جنيه، يعني انا بعد ما جيت هي كانت اللائحه 600 جنيه. طبعا المراكز كنت مركز ال 16 لا يليق باسم نادي المنيا، طبعا انت شفت الحمله اللي كانت معموله، لعيبه جت دون المستوى، الفرقه هتهبط، الفرقه بتتدمر، احنا جينا عانينا بعض الشيء، عملنا المركز العاشر، يعني حطينا من المركز الاول لحد المركز الثالث 600 جنيه، والمركز الرابع للمركز الثامن 400 جنيه، والمركز الثامن للمركز العاشر او ال 11 300 جنيه، المركز ال 11 ده الاخير ده يبقى 200 جنيه، في حاله الوصول لتسع نقاط ياخد 300 جنيه ثانيه، سبع نقاط ياخد 200 جنيه ثانيه مع المكافاه، بس هو ما حددوش كل ده، الولاد ما عملوش ما استغلوش النادي في الفلوس الموجوده في نادي المنيا الرياضي. اشكرك جدا يا كابتن شريف. اتفضل يا خالد.